بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفنان محمد الحمران من السعودية القطيف. أنا سعيد جدا بمشاركتي بأتليه الأصمخ اللي تمت دعوتي من قبلهم. والجميل في الأتليه أنه يدعم الفنانين واجتماعهم، هذا شيء جيد في أنهم يلتقوا ويتعرفوا على بعضهم ويستفيدوا من خبرات بعضهم، وهذا من الأشياء الجميلة اللي صراحة حصلنا عليها من خلال وجودنا في الأتليه. احنا بنشكر أتليه الأصمخ على اهتمامه بالفن والفنانين. عبدالغني من البحرين ومشاركة في برنامج لأتليه الأصمخ، برنامج جدا مميز يجمع مجموعة من الفنانين من أنحاء العالم، فرصة جدا حلوة عشان نتعرف ببعض ونتبادل الخبرات. الفنان التشكيلي وليد الرويبعه من السعوديه، متواجدين حاليا في اتيليه الاصمخ بدوله قطر. وطبعا الملتقى جد يعني ملتقى تبادل افكار من جميع المناطق، وله اثر كبير حقيقه على نفوسنا بما فيه من تبادل الخبره وايضا التعارف الطيب. وطبعا الفن التشكيلي يحتاج لمثل هذه الملتقيات لكي يعني يقوي الفنان من تجربته. وايضا وجدنا المكان اللي حقيقه يعني قدرنا ان نعطي الفنان عندما يكون له مكان يعني مهيئ، او بالاصح يعني يرتاح فيه، تجد الفنان يعني يبدع. وهذا ما حقيقة ما حصلنا ما رأيناه في قطر الشقيقة، وخاصة في الأتليه الأصمخ. وأيضا لا ننسى مجهودات مدير الأتليه حقيقة اللي هو الفنان الأستاذ محمد عتيق. من الهام رازانی هستم از ایران. یک ساله که دوحه زندگی میکنم و این اولین باره که توی این ورکشاپ دارم شرکت میکنم، ورکشاپ الاسماخ عتیقه. بسیار ورکشاپ خوبیه، فکر میکنم حدود 10 نفر هست که داریم کار میکنیم، هر کسی تکنیک خودشو داره و رابطه خیلی خوبی بین همه برقراره و همه یه رابطه خیلی خوب و دوستانه دارن و اگه چیزی بلدن به همدیگه یاد میدن. خیلی احساس خوبی دارم اینجا، اصلا احساس غریبه‌ای نمی کنم و خوشحالم از اینکه من دعوت کردم به این ورکشاپ و امیدوارم که بازم این اتفاق بیفته و بازم بتونم شرکت کنم. مرسی. We'll be right back.
أخوكم ثامر مبارك الدوسري فنان تشكيلي. يميل شغلي لرسم البورتريه والاير براش. الاير براش شغل جديد لسه مبلش فيه، يعني توني مبلش فيه، صار لي سنة تقريبا ما زلت متدرب فيه. أميل لمواضيع البورتريه والسريالية، وأغلب شغلي يكون غوامج. استغرب الكل من الغوامج أو اللون الأسود الأغلب، بحكم أنه كآبة أو حزن بالنسبة لهم، بس بالنسبة لي لا، هو موضوع ممكن قلم أسود ترسم وردة يعني. فجاتني دعوة أن أشارك في الأتيلي الثامن. أتيلي جدا جميل برفقة فنانين كبار، أتعلم منهم يوميا، أتعلم شيء جديد منهم، يكفي النقاش معاهم. فرصة جدا جدا سعيدة بالنسبة لي، واكتسبت خبرة فيها، وإن شاء الله نطلع بصورة حلوة إن شاء الله. وكل الشكر لأصمخ على دعوتهم وكرم ضيافتهم لنا. Hello, my name is Ghada Khunji. I'm a photographer from the Kingdom of Bahrain, and I'm very excited to be here in the Wyndham Regency as part of the Al-Asmakh Art Atelier number 8. It's a unique opportunity, and I'm very proud to be amongst other great artists here, not only to witness what they're doing, but learn from them and create my own art. And hopefully there's one aim, 10 years from now, one big art show, everyone in Doha is going to be magnificent, and I'm very proud to be here. Thank you. معاكم أخوكم مبارك عبدالعزيز المالك، فنان تشكيلي. يشرفني أن أكون تواجد مع مجموعة من نخبة الفنانين. الجميل في هالتجمع الحديث الفني، تبادل خبرات، الشباب موجودين مع الرواد، يعني شيء طيب أن كلنا في منطقة واحدة، مكان واحد، نتكلم ونشتغل في الفن. في هالأتيلي الأصمخ قدمت أعمال تجريدية، طبعاً في أعمالي يقدم شكل المرأة وهي لابسة البطولة، المرأة الخليجية، لكن في شكل حديث. رمز البطولة هو رمز خليجي مهم وجميل بالنسبة للمنطقة، فيهمني أني أقدمه بطريقة حديثة وبطريقتي. وطبعاً أشكر الأصمخ على الاستضافة، وأنا أتمنى أن أكون متواجد في المشاركات القادمة بإذن الله. أنا بجسوم، فنانة تشكيلية من قطر. أحب أشكر إتيلي الأصمخ على دعوتي للمشاركة في الإتيلي رقم 8 هذه السنة. هذه التجربة سمحت لي أن أتعايش مع فنانين من مختلف دول الخليج، بمختلف أفكارهم وتجاربهم الفنية، وهالشيء يضيف لي ويضيف لمسيرتي الفنية وينمي عندي حب العمل الجماعي.
طبعا احب ادعو جميع الفنانين القطريين الشباب للمشاركه في مثل هذه الاتليهات لانه تضيف لهم وتغير من ثقافاتهم ونظرتهم للفن. شكرا. خزعل من الكويت. أنا سعيد بتواجدي مع هذه المجموعة الجميلة من المبدعين الخليجيين العرب، وأيضا سعيد بدعوتي لأتيليه الأصمخ في دورته الثامنة الذي يعتبر في نظري علامة مميزة الآن على الساحة التشكيل العربية ورافد مهم للعمل الجماعي بين التشكيلين العرب وأيضا التشكيلين في دول مجلس التعاون. وأشكر القائمين على الأتيليه وأصحاب الفكرة، وأتمنى لهم إن شاء الله مزيد من التقدم ومزيد من الدورات المثمرة، وشكرا. نعم ملك، لقيت دعوة من مجموعة الأصبخ في الأتيليه الثمانية المشاركة. صراحة النشاطات الفنية بدعم مجموعة الأصبخ ونشاطات لها مستقبل واضح. العمل الفني وتبادل الخبرات بين الفنانين كان واحد من الغايات المهمة خلال النشاط. ونشكر المجموعة على الاستضافة وعلى الدعم المستمر للحركة الفنية في قطر، ونتوقع أنه في غضون سنوات فكرة الأصلية فكرة متحف اللي تعني بهذا النشاط راح تلقى النجاح ولها صدى محلي وعالمي. والنخبة الفنانين اللي استدعوا فنانين خليجيين عربيين وعالميين كان نخبة ممتازة، وكانوا الجميع لاحظت عليهم الإحساس بالفخر أن يكونوا جزء من هذا النشاط، وأنا واحد منهم. أشكركم. نعم ملك.